أبدأ من السيد بيتر من واشنطن. يعني عندما نتحدث عن انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي، هل من المتوقع فعلا أن تكون كاميلا هاريس والتي أعلن الرئيس جو بايدن تأييده لها هي المرشح القادم بعد بايدن، أم أن هناك أسماء أخرى مطروحة داخل الحزب؟ من دواعي سعادتي دائما أن أكون معكم، أود أن أصحح أمرا ما. أنا في بعض أعمل كمحرر في قسم السياسات في بعض الصحف المحلية في الولايات المتحدة، ولكن سوف أحاول الأجيب عن الأسئلة بأفضل طريقة ممكنة وفقا من وجهة النظر المحايدة. الرئيس بايدن بعد أن أعلن على منصة إكس بشأن انسحابه وسوف يتنحى أو يرفض الترشيح من قبل الحزب الديمقراطي الذي تم اختياره وفقا للعملية السياسية وفقا للأصوات المتحصلة، بالإضافة إلى هذا هناك رسالة قوية، رسالة مفادها أنه يدعم كاميلا هاريس التي يمكن أن تحل محله في هذا السباق. هذا يضع الكثير من الغموض في الحزب الديمقراطي بسبب هذا الدعم الواضح والصريح لكاميلا هاريس، ولكن هناك تعقيد كبير حيث أنك بشأن هل لدى كاميلا هاريس قدرة كبيرة لمواجهة ترامب في هذا السباق الانتخابي. بالطبع الرئيس بايدن يفكر أن هذا الاستبدال سوف يكون في صالح الحزب، ولكن هذا لم يشر إليه صراحة خلال استطلاع الرأي، فبالتالي قائد الحزب الديمقراطي يشعر أن هناك حاجة إلى مرشحين آخرين يتتسمون بالقوة من أجل دعم الحكومة الأمريكية والكثير من الولايات التي سترغب في التصويت له في مواجهة ترامب في انتخابات نوفمبر في مواجهة ترامب. وبالتالي من المتوقع أن نرى هاريس بديلة لبايدن، ولكن هذا يتطلب صفقة داخلية من جانب الحزب الديمقراطي وكذلك بين بايدن وكاميلا هاريس مع عدد من القادة والمسؤولين داخل الحزب الديمقراطي، وهذا يتطلب كذلك موافقة ودعم من الرئيس السابق باراك أوباما. وبالتالي ربما تكون هناك بعض الأسماء الأخرى المتاحة في الأفق أمام الحزب الديمقراطي وفقا للقدرات ووفقا للأشخاص الذين يستطيعون الحصول على مزيد من الأصوات والحصول على مزيد من الولايات، خاصة الولايات المتأرجحة مثل نورث كارولينا، ميتشيغان، وكذلك الدعم من السيناتورز في هذه الولايات أو أي مسؤولين في الحزب الديمقراطي آخرين من المؤثرين. نعم.